في القضايا التي سنناقشها اليوم مع ضيوفنا الكرام، رفض السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال اقتراحا قدمه وفد أمريكي يزور البلاد تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة الشهر المقبل، وإمكانية عقد لقاء مشابه أيضا لاجتماع النقب الذي شارك فيه وزراء خارجية دولة الاحتلال والولايات المتحدة ودول عربية في آذار مارس الماضي حسب ما أفادت صحيفة هآرتس اليوم الأربعاء. وشدد مسؤولون فلسطينيون على أنه يجب أن يصدر عن لقاء كهذا إعلان بالالتزام من جانب إسرائيل بحل الدولتين استنادا إلى حدود عام 67، وإلا فإنه لا جدوى من عقده وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين فلسطينيين ودبلوماسيين غربيين. لنلقي الضوء أكثر حول هذا الموضوع، حول رفض السلطة الفلسطينية ورفض دولة الاحتلال لهذه القمة، ينضم إلينا الخبير والمحلل السياسي الدكتور أحمد رفيق عوض. يسعد أوقاتك. أهلا بك. يعني بداية، ما تناقلته وسائل الإعلام تحديدا الإسرائيلية وأيضا يعني ما قالت أنه عن مسؤولين فلسطينيين ودبلوماسيين أيضا غربيين حول رفض السلطة الفلسطينية، لماذا ترفض السلطة الفلسطينية هذه القمة برأيك؟ برأيي أنه ترفضها للأسباب التالية. أولا، لمعرفتها الأكيدة أن إسرائيل ليس عندها ما تقدمه على الإطلاق، وبالتالي هذا ما تصبح هذه القمة مجرد قمة للاستهلاك المحلي ولتحسين حتى صورة إسرائيل. ثانيا، إسرائيل نفسها رفضت هذه الفكرة قبل سبع أيام تقريبا، أو حتى قبل سبع أيام، أكثر من ذلك بكثير، حتى رفضت هذه الفكرة بالقول أنها لا، يعني لا تريد أن تلتقط الصور فقط، بمعنى أن إسرائيل ليس عندها ما تفعله. حكومة إسرائيل الحالية، حكومة بنت، حكومة أجهضت حل الدولتين تماما، أفرغت من مضمونه واستبدلته بما يسمى تقليل الصراع وتعزيز الاستيطان، ترسيخ الاحتلال، إضعاف السلطة الفلسطينية، محاولة قمع الفلسطينيين وتفكيكهم، وأيضا عمليا هذه الحكومة برئيسها المستوطن هي تريد أن تسبق وتتجاوز اليمين الليكودي بأن تكون أكثر تطرفا، وبالتالي هي تسقط فكرة التسوية مع الفلسطينيين. بالعكس، أنا برأيي أن هذه الحكومة، حكومة إسرائيل الحالية، كان هدفها هو إسقاط التسوية إلى الأبد، دفع التسوية إلى الأبد عن طريق شغلتين: أولا ما يسمى بتقليص الصراع، ثانيا بتكريس الاستيطان والاحتلال وتفكيك السلطة الفلسطينية وإبقائها تلهث وراء المساعدات الاقتصادية أو حتى الاعتراف. لهذا السبب إسرائيل ليس عندها ما تفعله أو تقوله أو تقدمه للشعب الفلسطيني سوى القوة والمزيد من القوة. لهذا السبب السلطة الفلسطينية لم تعطي إسرائيل هذا التميز بينها تعقد لقاء معها بدون أي نتائج. ما هو سبب يعني زيارة الوفد الأمريكي إلى المنطقة برأيك أيضا؟ برأيي زيارة الوفد الأمريكي للمنطقة بعيدا عن فكرة أنه الإدارة الأمريكية معنية بإعادة ضخ البترول إلى السوق العالمي بحيث أن يكون هناك أزمة، وأيضا استبدال النفط الأمريكي بنفط عربي، وأيضا محاولة دمج إسرائيل في المنطقة، هذا هدف حقيقي. إسرائيل أيضا، أمريكا وأيضا الإدارة الأمريكية تحاول أن تكون أن تحسن نفسها في الانتخابات القادمة، الانتخابات النصفية. أيضا يعني زيارة بايدن بالإضافة للنفط وتعزيز أمن إسرائيل، هي أيضا تريد أن تنجح في الانتخابات القادمة. بعيدا عن كل ذلك، إسرائيل أيضا الإدارة الأمريكية تريد أن تهدئ الأوضاع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تهدئه عن طريق التلويح بأكاذيب وأضاليل من قبيل أنه هي تؤمن بحل الدولتين وتلتزم بحل الدولتين، كيف ومتى وأين وبأي وسائل لا تقول ذلك، هي فقط تلتزم كيف لا تقول ذلك، هذا نوع من الأكاذيب حقيقة، وتهدئة الفلسطينيين الذين اكتشفوا أنهم عمليا تم خداعهم وتم إيصالهم لمنطقة مسدودة تماما وباب مسدود تماما، وأنه الكل يتجاوز السلطة الفلسطينية والكل يتجاوز حل الدولتين والكل يتجاوز القانون الدولي. ولهذا السبب الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية شعرت بكثير من إغماط الحق والتجاوز والإهمال والضعف، ولهذا السبب
غضب القياده الفلسطينيه وربما تلويحها بالذهاب بعيدا والقفز حتى الى الفراغ. كل ذلك ربما دعا السلطه الاداره الامريكيه لارضاء او لمحاوله ارضاء السلطه الفلسطينيه عن طريق تقديم وعود غامضه من هذا النوع. ما السيناريوهات المتوقعه في ظل يعني تعنت جانب الاحتلال وايضا رفض السلطه الفلسطينيه لمفاوضات؟ يعني ما هي مستقبل المفاوضات بين دوله الاحتلال والسلطه الفلسطينيه؟ بهذه الحقليه، بهذه الحكومه، بهذا النوع من الجمهور ليس هناك تسوية. ولهذا السبب ربما أنا أرى أنه الإفراج على المساعدات الأوروبية هي عمليا موافقة أمريكية إسرائيلية للاتحاد الأوروبي باعتبار الحافظة الاقتصادية لما يسمى بحل الدولتين بالإفراج عن هذه الأموال لمحاولة إجهاض الغضب الفلسطيني، وأيضا عن طريق محفزات أخرى مثل زيادة عدد العمال مثلا إلى إسرائيل، وربما أمور أخرى مثل يعني تسهيل الحركة للفلسطيني الآخري. أنا برأيي إنه هذا كله لمحاولة الالتفاف على فكرة التسوية، لأنه كما قلت لك حكومة من هذا النوع، جمهور من هذا النوع، واضطراب سياسي أيضا من هذا النوع في إسرائيل، كل ذلك يعني يعقد الوصول إلى تسوية ويعقد حتى الوصول إلى تفاوض مع الفلسطينيين. أكثر من ذلك أرى إنه الإسرائيليين الآن تجاوزوا فكرة التفاوض مع الفلسطينيين حول حلول سياسية حقيقية. أنا برأيي إنه هذا الجمهور وهذه الحكومات وهذا الاضطراب السياسي وهذه العقلية السياسية المتوجسة والعنيفة هي ستحاول فقط أن تقول الفلسطينيين أن كل ما تحتاجونه أو كل ما نقدمه لكم هو حوافز اقتصادية ليس شكرا جزيلا لك الخبير والمحلل السياسي الدكتور أحمد رفيق عوض.